السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو هرم ماسلو اللي تكلمنا عليه في قناة دريس أسكا البارح، ونتمنى الأخت أمينة مانو والأخ كف كرام إن شاء الله غيديروا تقديم في الأيام القادمة، ممكن السبت أو الأحد. وهذا الهرم فيه عنده تدرج ديال الحاجات الإنسانية من أهمية ديالها، وهي مطروحة بشكل هرمي. تبدأ من الاحتياجات الفيزيولوجية والاحتياجات الأمان والاحتياجات الاجتماعية والحاجة للتقدير والحاجة لتحقيق الذات. فكونوا في الموعد إما في دريس أنفو، قناة دريس أنفو، أو دريس أسكا. أتمنىكم تكونوا في اللقاء. إلى لقاء آخر.